السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جولة بين المحاصيل الصيفية، ما نشاهد بالنسبة لحضرتك لمحصول الذرة. طب ما هو ده اللهم صل على النبي، ده نبات، ده ذرة وده برضو نبات ذرة. طب ده مزروع يعني، أو ده زرع بدري أظن. دي أرض مكان توم، دي ارض مكان توم يعني، كانت مزروعه المحصول اللي قبلها توم. توم، ودي ارض كانت بصل، فطبعا محصول بصل جاي بعد التوم بشويه. التوم تم تقليعه بدري. تم تقليعه بقى. بس بسم الله ما شاء الله، يعني لو المزارع زرع بدري الذره ما يجرالوش حاجه ويطلع حلو. لا لا لا، كل وفي الوخر ده برضه، دي مش وخري. دي بدري برضه. ده معقول. دي وده معقول. ما احنا النهارده 31/5 يعني. معقول، لان قدامك كمان شهر 6، لاخر 6 تزرع ذره. لاخر شهر 6 تزرع ذره. بس اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الذره البدري حلو. اي زرع بدري في ميعاده بيجي بدري بيبقى حلو، محصن من كل حاجه. ده الوقت حضرتك هيعملوا سلاج ولا بيبيعوا دور اخضر؟ لا يعني دي بترجع لصاحب لصاحب الارض. ممكن راجل محتاج ينشف ويخزنه، بينشف ويخزنه. واحد عنده بهايم وعامل مزرعه بيعمل سلاج. بيعمل سلاج، فهو بترجع لايه؟ وبعدين بيرجع في الاول والنهايه للربح. هو عموما اصل احنا كان زمان حضرتك كان الذره، لو انت فاكر، كنا بناخد نطحنه مع الغله. ما عادش الكلام ده، ما عادش لا كلام. فالوقت الذره الوقت بينحصر، لا اما علف للدواجن او بيدخل في علاقه الحيوانات. هو الوقت الفلاح ملوش دعوه لا بالدواجن ولا بال، هو لون يبقى له دخل، له ربحه. صح كلامك، كلام عملي. انت اللي كلامك يغطي ايجاره ويغطي مصاريفه ويطلع له ربح، هامش ربح يعيش منه. سليم. التاه يمشي معاه، الدورة ينشف هينشف. تمام. التاه يمشي معاه سلاج هيمشي سلاج. صح. صح صح صح، ربنا يبارك. وعلى رايك والله يعني حتى المزارع يعني كان الله في عونه. يعني شكارة الكيماوي انا واعي كانت ب 4 جنيه اللوريا. دلوقتي احنا بنجيبها من الجمعيه ب 165 جنيه. وبره ب 200 وكسر. بيتهرب 250 و260 على الفرق 100 جنيه. لا. النهارده انت بتجيب الراجل الواحد او الواحد يزرع لك ساعه 100 جنيه. صح صح. لو انت يعني انت عشان تزرع فدان النهارده ب 10 تنفار ب 1000 جنيه. او 500. لا ما فيش 500، ما عادش 500. الواحده بتيجي وعاوز عربيه تودي وتجيب وفيلم ابن كان. ما فيش، كل قريه بتكفي نفسها الوقت. ما فيش. يعني عندنا العز ما فيش حد فيها بيزرع الا اثنين او ثلاثه ما يكفوش. تمام. تجيبه من طرباي او من، نجيب من اي بلد اخرى. طرباي او طبعا بتجيب عربيه ب 50 جنيه ولا ب 100 جنيه بتنقلهم رايح جاي. فدي زي دي زي دي، كله بيغطي بعضه وكله على السبوب. طبعا السبوب. طبعا هو المزارع هيعمل ايه؟ اما كنا بنروي زمان بالساقيه حضرتك. كانت الساقيه عفوا بتدور بالبقره اللي في بيتنا او الجاموسه اللي عندنا، فكانت الحياه بسيطه. النهارده الربع اللي صفات الجاز ب 135 جنيه. لا لا، انت انا بمناسبه انت بتقول كله على السبوبه. فالمزارع هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ يجيب منين؟ ودي ايه؟ يعني حتى الرز التقوي كيلو بكذا، عد كيلو التقوي اللي كيلو ب 10 جنيه الوقت. اظنك انت شفت ايام ما كنا بناخد التقوي من الحاصل من بيتنا. ان كان تقوي ذره او تقوي رز او لو عندك تقاوي بايته حلوه بتزرع منها، عندك تقاوي بايته وحشه بتجيب من بره. والتقاوي الجديده الحكومه بتسلمها لك ب 300 جنيه، الحكومه بتسلم لك ال 30 كيلو ب 300، يعني كيلو ب 10 جنيه. لو جبتها من واحد بره من اللي بيقف في دول بيجيبها ب 350 ب 400. لا يعني ما احنا ناخد من الموثقه، حتى وزاره الزراعه معتمده وموثقه. يعني المشكله كلها ان الوقت وزاره الزراعه يعني نفسي في حاجه واحده تعملها. ايوه. ان الجمعيات الزراعيه يبقى فيها الادويه للفلاح. زي زمان. المبيدات. زي زمان. وتبقى حره تروح تشتري. ليه بقى؟ ضامن ان المبيدات اللي هتنزل على الارض الزراعيه مش مغشوشه، وانها مش هتوجد سرطانات للبشر. يا فندم ما انت شفت الايام دي، ما كان في جرار في الجمعيه الزراعيه وفي مبيدات في الجمعيه الزراعيه، ايام ما كانت الجرارات. دلوقتي انا هجيب من بره المبيدات. ما انتش ضامن ان كان مغشوش. وهل اللي بيبيع لي ده مهندس زراعه ولا مش مهندس زراعه؟ تمام. او المبيد، اصل في المبيدات دي تجاره يعني ما تعرفش مصدرها بقى. ما تعرفش مصدرها. انما الجماعه هجيبها وانا بطمئن. بالظبط بالظبط. لا كلامك صح. وبعدين ده مش صعب على الدوله ان هي تعمله. لا لا لا. وبعدين في حاجه برضه، يعني في حاجه ثانيه يا استاذ محمد،
ليه مهندس الزراعه اللي قاعد في الجمعيه ما بتابعش الفلاح؟ صلى على النبي. انا جيلي وجيلك كنا شايفين المهندس الزراعي كان مزروع في الارض دلوقتي من 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 يجي 20 سنه على تاني. لا انا بقول جيلي وجيل حضرتك. ليه مهندس الزراعه ما يتابعش الفلاح؟ وده شغله مهندس الارشاد. هو شغله ارشاد، يطلع يتابع الفلاح ويقول له الارض دي عاوزه كذا، الحته دي اعمل كذا، الارض دي ازرع كذا، انما يسيب الفلاح يخبط دماغه في الارض يقول لك خبره الفلاح خبره ايه؟ ايوه يلا ربنا يلطف. يا رب يا رب يلطف بالجميع. طبعا الذره محصول من محاصيل الحبوب الصيفيه. ابص حضرتك احنا عندنا هنا هو جزر الذره ليفي. بيقولوا لنا ان دي اسمها جذور دعاميه. دي جذور بتدعم النبات. طب دعمه ازاي؟ عشان النب يبص من الارض ويديله. ايوه. هو العود ده بيتغذى من الوقت ايه؟ من الجذر. لا الأرض. من العناصر الغذائيه في الارض. في عوامل جويه، في عوامل جويه. ايوه. وعوامل ارضيه. عوامل جويه اللي هي ايه؟ سوء الاحوال الجويه. كويسه؟ الزرع ماشي كويس. لو في شبوره، في مش عارف ايه، بتلاقي الحاجات دي ايه؟ بس طبعاً. انا ملاحظ سيادتك ان هو سايب عودين، يبقى تقريبا برضو هيقول لك يخليه سلاج. لا 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 لا، حسب لو الارض فيها عودين وسايبها عودين وفي غذاء صح للارض، يعني العودين مفيش مشكله. ما انا شايفهم حلوين، انا شايف العودين حلوين، هتلاقيهم زي بعض وهيجيبوا الكوزان زي بعض. انا شايف في حاله ما تكون سايب عودين حلوين. ندعو بالبركه للجميع. الذرة محصول حبوب صيفي، مجموعة الجزر الريفي. طبعا الساقة من شاهد بتوجد به نورة مؤنثة ونورة مذكرة. الذرة بتوجد به النورة المؤنثة في مكان والنورة المذكرة في مكان. هذا ما لدينا عن الذرة الشامية، ونشكر حسن المتابعة. وإن أعجبكم الفيديو الرجاء الاشتراك في القناة لدعمنا ولكي نستمر. شكراً.